علاش حلقتنا الليله مش تكون عن ليله القدر. مرحبا بك شيخ احمد، حدثنا على ليله القدر. يكفينا في وصف هذه الليله ما ذكره الله عز وجل في محكم كتابه عندما وصفها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. يعني يعجز الإنسان، يعجز العقل عن درك هذه الليلة ومعرفة هذه الليلة. ثم عقب بقوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني ليلة واحدة أفضل من أكثر من 83 سنة تقريبا، 1000 شهر إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة. في آية أخرى: إن أنزلناه في ليلة مباركة. ولعله لا توجد ليلة أخرى في القرآن وصفت بأنها مباركة غير هذه الليلة، ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة، ليلة لا تماثلها ليلة، ليس فقط في شهر رمضان بل في كل ليالي السنة. فنحن نتحدث عن أفضل ليلة على الإطلاق في السنة من أولها إلى آخرها. نعم. طيب، مرحبا بك شيخ كريم. ليلة القدر بين الشيعة وبين السنة نعرفوا اللي فما اختلاف في تحديد ليلة القدر. عند السنة كيفاش النجم نحدد ليلة القدر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. ليلة القدر كما قدم الشيخ هي أعظم ليلة في السنة، وهذا يعني لا يختلف فيه مسلمان سنيا كان أم شيعيا. أما تحريها أو تحديدها فقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، أصحها وأعلاها صحة هو في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وفي حديث آخر فيه زيادة من التدقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. شنو هو الوتر؟ يعني الليالي الفردية. فالغالب على ظننا أنها ليلة من ضمن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليست ثابتة. طيب، أني لهنا الحقيقة الشيخ خليني نسألك، معظم الأمة الإسلامية ما نصوموش فرد وقت، ما ندخلش رمضان عندنا فرد وقت. إذا كان هي احنا باش نتحروها في الوتر، الوتر عند جماعة صاموا قبل بالنهار وجماعة صاموا بعد بالنهار، ماهوش نفس الوتر. بالنسبة لمسألة اختلاف أوقات الصيام، فعلى صحيح والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده من هذه المسألة. فالإنسان عليه تحري الهلال، فإذا ثبتت رؤية الهلال ثبت دخول الشهر وثبت كل تعداد لياليه وأيام. أما أن يكون هذا على أكثر من جهة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكننا الجزم فيه بشيء. الأصل فيه أنه معلوم أن لعله ابن عباس على ما أعتقد رضي الله عنه لما سئل قال: هي في كل العام. لماذا؟ حتى لا يفتر الناس عن العمل، وحتى لا يصبح الإنسان يعني يتصيد المواضع هذه نتعبد فيها وهذه ما نتعبدش. فرب ليلة القدر هو رب غيرها من الليالي. نعم. وربك في ليلة القدر هو ربك في سائر الليالي. عند الشيعة شيخ أحمد، ليلة القدر شنية بالضبط؟ يعني مثلا تحديدها في حد ذاته كيفاش تحدوا ليلة القدر؟ طبعا نحن لا نحدد شيئا، وإنما هذه الأمور هي من خلال الوحي تحدد. يعني مثلا هذا القول الذي نقله سماحة الشيخ، هناك من يقول أن ليلة القدر ليست في رمضان أصلا، وإنما هي تتحرى على مدار السنة، وهذا القول شاذ ومخالف للقرآن الكريم. لأن القرآن قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن خلال القرآن الكريم نعلم أن هذه الليلة هي في شهر رمضان، فلا يمكن أن تكون خارج الشهر. نعم، كيف علمنا أنها في العشر الأواخر؟ من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله. نحن عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنها هي ليلة 23 من شهر رمضان، وتسمى بليلة الجهني. وحديث الجهني مروي عند السنة وعند الشيعة. الجهني رجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسمع بعظمة ليلة القدر، ف
فالنبي قال له تحراها في آخر الشهر العشر الأواخر، قال لا أقدر، قال في الوتر من الأيام، قال لا أقدر أنا خارج المدينة ولا أستطيع أن آتي في كل ليلة. فهمس له النبي صلى الله عليه وآله في أذنه، فبقي الصحابة ينظرون متى سيأتي الجهني، فرأوه يواظب على القدوم ليلة 23 من شهر رمضان، فعلم بذلك أن النبي أخبره أنها ليلة 23. وفيما ورد عن أهل البيت عليهم السلام نصوص أخرى عن الأئمة فيما بعد الباقر والصادق والرضا عليهم السلام أنها هي ليلة 23، ولذلك نحن نقول جزما وحتما ليلة القدر هي ليلة 23 من شهر رمضان. يعني ما تتحرواهاش في الأيام الأخرى، هي محددة. محددة عندكم نعم، محددة والأمر مفروغ منه. يعني من يتحرى الشخص الذي ترددت عنه عنده بين ليلتين ثلاثة أربعة خمسة، لا، نحن محددة عندنا الليلة هي ليلة 23. نعم، تبقى تلك الأيام لها فضيلتها، كلها تحيا بالعبادة كما تحدثنا في الحلقة السابقة. طيب شيخ كريم، شنو تعليقك على اللي قاله شيخ أحمد؟ الشيخ أحمد طبعا استند إلى رواية من الروايات المعتمدة عندهم، وحتى حديث الزهني هو قال به غير واحد من السنة، والأقوال عند علماء السنة مختلفة في هذا الباب، فهناك من قال في 23 ومن قال 25، وهذا يعني مسألة يطول فيها الكلام إن أردنا التحقيق، ولكن نحن سنقف على النص الصحيح اللي هو هي في الوتر من العشر الأواخر. علاش نقف على هذا؟ لأنه طبعا احنا في تونس مثلا ما نستعرفوش بليلة 23، أغلب الناس على 27 ليلة 27. يعني الشيخ أحمد قال توا اللي هي اللي هو هذا حديث الجهني حديث موجود عند أهل الشيعة وموجود عند أهل السنة. نعم، ولكن تختلف درجة الصحة فيه أولا، ثانيا أنه هذا لا يمنع هذا، احنا عندنا قاعدة في الفقه هي أنه طالما الجمع ممكن فنركن إلى الجمع، والجمع في هذه الحالة ممكن ويسير. كيف يكون الجمع بين اللي يقول 23 بين اللي يقول 27 بين اللي يقول 21 بين اللي يقول 25 بين يمشي ل 29؟ فهذا كله كيف يمكن الجمع بين كل هذه الأدلة؟ والجمع بين كل هذا هين إن شاء الله لمن هونه الله عليه، وهو القول المعتمد عند أهل السنة بأن ليلة القدر ليست ثابتة في نفس الوقت من كل عام. فمثلا في حديث الجهني الذي يقال أن النبي أسر إليه بأنها ليلة 23، يحتمل هذا الصح وأن تكون في ذلك العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة 23. ثم أن في حديث آخر لأبي بن كعب قال يقسم ولا يستثني أنها ليلة 27، نحن لا نخطئه ولكن نقول هي في عامهم ذاك ليلة 27. أما أن تكون السنة ليلة 27 والعام الجاي تبقى في ليلة 27، هذا مش ثابت. فتنجم السنة تجي ليلة 27، العام الجاي تجي 25، العام اللي بعده تجي 21، ترجع 29 و23. فكل الليالي الوترية من العشر الأواخر هي مظنة أن تكون ليلة من ليالي القدر. وقول أهل السنة في هذا أنها ليست ثابتة في ذات الموعد المحدد من كل عام، إنما هي متنقلة متحركة، والله تعالى أعلم. هذا قول من الأقوال أنها متحركة، وإلا هناك من قال أنها ثابتة. نعم، هناك من قال بثبوتها، ولكن الأرجح والأغلب إذا أردنا الجمع بين كل هذه الأدلة وبين كل هذه الأقوال هو القول بأنها متحركة. لكن سؤال مشاكسة بسيطة، هل النص القرآني يخدم أنها متحركة أو أنها ثابتة؟ لأن القرآن بصدد الإخبار عن واقع، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني نعم، تلك الليلة حصل فيها ذلك الحدث العظيم. نحن متفقون عنها في شهر رمضان. لا لا، ليلة رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الحدث الذي نزل فيه القرآن بالنزول الذي ذكرناه قبل. نعم. هذا الحدث حصل في ليلة أو في ليالي؟ حصل في ليل، هذا لا خلاف فيه، حصل. إذن من الصعب أن تكون القضية متحرك. لا، ليس، لأنه إخبار عن حدث. ليس من الصعب، لأنه لو كان من الصعب أن تكون متحركة لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريها في الوتر من العشر الأواخر. لا، الرسول لم يخبر أنها متحركة، هي لا، هو هنا تحريها في الوتر. لنفهم قصد التحريك، ما معناها متحركة؟ يعني تنجم سنة جي 21، العام الجاي جي 23، لكن السنة العام اللي بعده جي 25، نعم، العام بعده جي 29، ترجع 27، فهي ليلة وترية
هذا يعني الأجمع للأقوال هي أنها ليلة وترية من العشر الأواخر غير محددة، ويحتمل أن تكون في هذا العام في ليلة وفي العام الذي يليه في ليلة أخرى مختلفة. يعني الشيخ القصد لهنا أنه حتى التنزل يمشي معها. لا مش هذا هو يعني التنزل حصل حصل في زمنه، وكانت ليلة القدر في ذلك الزمن نقول أنا ليلة 25، ولكن العام الذي يليه كانت ليلة 27، والعام الذي يليه كانت رجعت للواحد والعشرين. فهذا يعني مسألة لا دليل قاطع عليها في هذا عندكم. عند السنة. ما هو الدليل القاطع عندكم؟ لا قلت حديث النبي صلى الله عليه وآله وكلام أئمة أهل البيت عليهم السلام فيما بعد، ولعلنا لو تعمقنا أكثر في ليلة القدر لا النص القرآني يخدم فكرة ثبات الليلة. اللطيف في تونس عادة ليلة القدر ثابتة ليلة 27، فالعمل على أنها ليلة 27. العمل على أنها ليلة 27 وربي يوفق وكهومة. وحتى ارتبطت دائما احنا في تونس ارتبطت ليلة 27، اللي مش يقرأ فاتحة واللي عنده صغير باش يطهر، واللي عنده باش يكون بالخطبة صحيح، والمسابقات القرآنية يكون الاحتفالات وكل في ليلة 27 والناس توقف التراويح وتوقف كل شيء عن ليلة 27 وما عادش يمشيوا للجامع. هذا